كرة طويلة ممتازة جدا على الجبهة اليسرى باتجاه وائل الرفاعي، انطلق وائل على الجبهة اليسرى، الكرة مع وائل، الكرة مع الرفاعي، الكرة مع وائل، وائل وائل يلعب كرة بينية ممتازة جدا، هدف أول للوثبة، هدف أول لصالح فريق الوثبة. نعم أعزائي المشاهدين، الوثبة متفردا بالصدارة. يحاصر مناطق الوثبة تشرين، تشريني على حافة منطقة، ممتاز جدا المرور ولكن إلى خارج أرض الملعب، ركلة ركنية. كاد ان يسجل في مرماه في اللقطه الماضيه ابراهيم العبد الله ونديم صباغ، من سيسدد من البحاره؟ مالطا سدد، مالطا خطيره، الكره لتشرين، ضاعت 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 على تشرين هذه اللقطه. ضاعت الكره على تشرين، عبد الرزاق محمد باللمسه الاخيره يلعبها بالتالي بشكل طويل داخل منطقه جزاء فريق الوثبه، ما زالت خطيره لتشرين، فرصه التعادل لتشرين، على الطاير يا نديم، على الطاير يا نديم، ضاعت يا نديم، ضاعت بعيدة عن المرمى يا نديم، فرصة التعادل مرة أخرى تضيع على البحارة، تضيع على تشرين. تشرينية مرور ممتاز جدا، نديم صباغ، كرة داخل المنطقة خطيرة لتشرين، فرصة التعادل، يا سلام يا رحال، يتألق الرحال أمام بشماني في اللقطة الماضية ويقف سدا منيعا ويقف ليسد المرمى، نعم ويتصدى لكرة ويتصدى لهدف محقق لتشرين. خالد مبيض الخبرة الدولية، كرة خطيرة لتشرين، فرصة التعادل لتشرين، لن تنتصروا بسهولة، لن تنتصروا بسهولة، فأنا حامل النجوم الثلاث، أنا حامل اللقب ثلاث مرات، أنا مستعمر الدوري ثلاث سنوات. محمد مالطا يبصم مع بداية الشوط الثاني ليضع هدف التعادل في شباك الرحال. كرة تشرينية والمرتدة خطيرة هذه الكرة لتشرين، خطيرة الكرة لتشرين، خطيرة الكرة، خالد مبيض ينطلق أربعة مقابل ثلاثة، خطيرة لتشرين، خطيرة، محمد مالطا يلعب الكرة على القائم الثاني، وين الرأسية؟ أوه ضاعت هذه الفرصة، فرصة على طبق من ذهب، يحصل على الكرة محمد مالطا، هذه المرتدة التي كنت أتكلم عنها، خطيرة خطيرة مالطا، خطيرة مالطا، ماذا أضعت يا مالطا؟ ماذا أضعت يا محمد مالطا؟ عبد الهادي حنبظي، كرة على القائم الثاني، خطيرة لتشرين، ضاعت الفرصة، ضاعت على تشرين على دفعتين رأسية، أولى من عزام غزام والثانية من خالد مبيض. كرة خطيرة لتشرين، خطيرة التوغل، خطير الدخول، عزام غزام يلعب العرضية، أوه ماذا ضاع، ماذا ضاع على تشرين الآن، كثافة عددية للاعبي فريق تشرين، كرة خطيرة داخل المنطقة على القائم الثاني وصلت، ما زالت الكرة وثباوية، عرضية على القائم الثاني، الله!